الاسعار زي ما انتم شايفين مرتفعه جدا، الناس متجوله كلها بتروح بتيجي، الناس بتروح بغنمها في الشراء. وكيلو الخروف بخمس دنانير ونص بسته، في العالم كله ليتو كيلو الخروف لا يزيد عن 3 دولار و4 و2 دولار، كيلو العجل لا يزيد عن 5 دولار و4 دولار، عندنا ب 10 دولار وب 20 دولار كيلو العجل، كيلو العجل ب 20 دولار على مين؟ على حساب مين؟ السوق مفعم بالمواشي، ولكن الناس المتجولة ضعيفة جدا لغلاء الأسعار، الأسعار غالية جدا غالية جدا، مش متناول اليد يعني على الإطلاق. كل الناس اللي معاه 1000 شيكل ومعاه 500 شيكل بده خروف، وهذا بيجيبش خروف وزنه 10 كيلو. الخروف المليح بده 400 دينار أردني، ال 400 دينار أردني ما يسوي 500 دولار أو 700 دولار، من مين أي واحد يجيب 700 دولار؟ إلا ناس معين يعني، والباقي كل ليت الناس بديونه من السلفات وأنا واحد منهم. جيت اشتري ضحية، لقيت السوق غالي وفيش مصاري نقدر نشتري ضحايا. ما انتوا شايفين الخروف الصغير ب 300 وب 400، وفيش ناس فيش دخل فيش غيره. كيف بدنا نضحي وكيف بدنا نجيب؟ مرقت ما قدرتش اشتري ضحية، طلعت جاي نفرح اولادنا مش قادرين.